إكسا. صايرة مشكلة في عيني. شو هذا؟ مش قادرة تشوف غيرك. شو أغنيتكم المفضلة؟ وضع بدو عمان مرسيدس ورب نسوان. مساي طرح من الشيخ نصران. الله الله. لما اجيت وخبرتوا أهلكم إنكم بدكم ترتبطوا، شو كانت ردة فعل أهلك وأهلك؟ أنا من الأول أمي ما تقبلتش الموضوع إني رح أبعد عليها. كانت ضد. ما كانتش ضد، لكن قلت لي خلينا نشوف، لأنه ما كنتش مفكرة في الزواج أنا بالأول. بعدين فجأة قررنا نتزوج، فأول ما كانت قصتنا بلشت تطلع والناس الكل تونس كاملة بلشت تعرفني، الناس لما سافرت الأردن بلشت القصة تكبر، فأمي بلشت يعني تشوف فيا في اللايفات وبلشت نحكي لها راني خلاص بحبه. وما هي أم من الأول لازم تقنعيها، لازم تفرجيها إنك بتحبيه، إن أنت مستعد. ونفس الشيء عائلته. في حدا من أهلي كان رافض؟ مين؟ حدا من أهلي. والدتك؟ لا مش والدتي، حرام. والدتك كانت مع الموضوع؟ والدتي قلبا وخالبا معي. تحياتنا لأم، ما يحبني كثير والله. اللي شجعني أكثر إنه هي كانت معي. طب هذا اللي كان ضد، شو كان سبب إنه ضد؟ لأنه ما كانش فاهم إشي. هو ما كان فاهم إشي. وكيف قنعته؟ أمك قنعته طريقتها الخاصة. شوف، في أنا من عائلتي، معناها خاتي عائلتي أخواتي وأمي، العائلة اللي يكونوا بالبلاد، الخالات كلهم ما تتزوجي زواج السوشيال ميديا، رح تنضري، رح تشوفي إنه فترة وتعدي، بعدين رح تتعبي شهرين لولانين تاع ستوريات والأجواء، وبعدين رح تتعبي.